لو قلت الفنانة هيفاء وهبة بحفلة بالساحل الشمالي على البحر، هل كنت بترفض انه تلبس هوت شورت او بتلبس الهوت شورت وبترفض انه النقابة تعتبر ملابس المرأة إساءة للتقاليد؟ هي المرأة عاملة مشكلة للمجتمع بتاعنا، يعني لبس المرأة، جواز المرأة، طلاق المرأة، مع يعني هو المجتمع بصفة عامة ذكوري عندنا. بس انا مش شايف، بالعكس جميلة، شيز سكسي وزي القمر. انت مع او ضد انه النقابات يعني تاخد هيك قرارات او تعلق على مش مع الرقابة اساسا؟ مفيش حاجة اسمها رقابة على الفن، انت بتعمل فن خلي الناس تقرر، لو مش عايزينها ما يروحوش. مين ما بيحبها لهيفا؟